Donc, نمشيو للسؤال ديال نوسا. S'il vous plaît, quels sont les avantages d'être assimilé mère belge dans le côté de travail et de séjour? L'étudiant assimilé mère belge a-t-il le droit de carte séjour de 5 ans, sachant que عنده 32 عام؟ المهم هنا هادو كيستيون مخلطه بزاف، المهم فيها بزاف ديال التفاصيل. شنو هما لي زافونتاج ديال ليتر اسيميلي في لو طرافاي؟ المهم اتر اسيميلي دابا هنا ما كاينش سؤال محدد. المهم نمشيو حنا في لي زيتود، مثلا فاش كتكون اسيميلي كيكون لي زادميسيون عندك سهل، يعني كتقدر تقبل ب10 البري ديال زعما النقطه كيولي لادميسيون ديالك كتكون فاسيل، لي بري كتخلص بحالك بحال ان بلج، يعني هادو هما اللي مهمين عندك. مي كتبقى عندك لانيكس 32، خاصك لانيكس 32 فهمتي، اي واحد خارج الاتحاد الاوروبي خاصو لانيكس 32. هادشي اللي كاين. دونك هادي في ناحيه ديال سميتو، ناحيه ديال القرايه. ناحيه ديال الخدمه خاصك البيرمي طرافاي، خاصك حيت ما عندكش سميتو، مازال ما درتيش الغوغورمون فاميليال. دونك نمشيو هنا. المهم هنا موضوع اللي فيه بزاف ديال لي دومين. نمشيو حنا للغوغورمون فاميليال. الا درتي الغوغورمون باش تاخذ لا كارت ديال 5 ans، باش تاخذ لا كارت ديال 5 سنين، خصك دير الغوغورمون فاميليال مع ديك لا بيرسون، مع الوالده ديالك. هنا قلتي عندك 32، هنا الناس اللي عندهم 32، اللي عندهم فوق 18، اللي عنده فوق 18 عام، اللي عنده بعدا اسمح اقل من 18 عام، اين فوا واحد في والديه عنده الجنسيه، هو كياخذ الجنسيه اوتوماتيك، يعني دغوا سون ديريكتومون، يعني والديك عنده بالجنسيه وانت عندك اقل من 18 عام كتاخذها ديريكت. الا كنتي انت عندك اكثر من 18 عام، عندك اكثر من 18 عام والديك عندهم الجنسيه، هنا كتبقى خصك كاين دي كونديسيون، خصك ما تكونش مزوج، خصك سميتو يكونوا والديك كيصرفوا عليك فهمتي، يعني هما راك في لاشارج ديالهم، يعني عاده تقدر دير هاد الغوغورمون فاميليال. نفترضوا انت درتي الغوغورمون فاميليال، لا درتي الغوغورمون فاميليال وي هاد الحاله غتولي عندك الكارت ديال 5 ans. الا عندك الكارت ديال 5 ans حتى هو غتستافد من هذاك الشيء ديال لي زوج اللي هضرنا عليهم. وحتى في الخدمه، حتى في الخدمه تقدر دير بانك شون دوموندور دومبلوا، ما عندكش مشكل في البيرمي طرافاي ولا ما عندكش مشكل، كتكون اكزونوري من بيرمي طرافاي، وحتى من لا كارت بروفيسيونيل الا بغيتي دير انديبوندون، يعني كتستافد بزاف. فاش اين فوا ما يكونش السيجور ديالك متعلق بلي زيتود، راه عندك دي زافونتاج، عندك كتستافد من بزاف ديال الحوايج ولي زاكومبانيومون اللي كيديروا الدوله باش يساعدوك تلقى خدمه فهمتي. دونك كيكون هاد الحاله هادي. دونك المهم كاين بزاف لي زافونتاج، بصراحه كاين بزاف لي زافونتاج، مي خاصك تمشي ايتاب باغ ايتاب. المهم الا جيتي كاستاتيو ايتوديون اسيميلي عندك لي زافونتاج كما قلنا في لادميسيون، وحتى في لي زعما لي فخي ديال لونيفرسيتي، الفخي كتخلص قل. اما الا بقيتي غير فوكا، اما الا باش تاخذ كارت ديال 5 ans خصك دير روغروم فاميليال، وروغروم فاميليال كما هضرت لك على دوك النقاط خصهم يتحترموا. والله يسر.